لا العزيز، انا ديت من نوبه الاولياء، قال لي الطبيب رد محلي، قال لي ما عندهم شي حاجه فيهم مغيره، قال لي ما عندهم صحه. فنهار واحد خسرت عليه 8000 ريال، كل العظام وقوس على القلب وعلى الراس وعلى، عملت سكانير، ما قالوا لي عادي مزيان. ايوا الحمد لله يدخلكم الله العزيز، ربي عطاها مهيدي الحمد لله. شحال عندك بالبيدة زبيدة؟ عندي 11. عندك 11؟ آخر ساعة عندي مرض. الوالد والوالدة كبروا في السن، توصل العمار يكون العيال مسيبي. هذيك صداش شي شوية؟ ما تقدرش تيتو، الحق بس تكلفي الشغل ما تعاونيش. ما تعاونش؟ ما والو. ولكن الشيء هذا ربي عافيني نتا حاجه ما عدناها بيدنا. لا بس العزيز الله يرحم لك الوالدين. عاود لي لاله كيفاش، شحال عندك دو وليدات بعدا؟ عندي 11. عندك 11 وهذوك مراتي؟ خمسه عندي مراتي. عندك مراتي، كيفاش المرته ديالهم؟ ايوا الحمد لله يدخلكم الله العزيز، ربي عطاها مهيدي الحمد لله، انا فرحانه بالله عطاهم لي سيدي ربي الحمد لله. يخلقوا عاديين مزيانين، ومن عند ما يمشوا يكملوا العام لا يعملوا لي هيدي. دخلكم الله. السبب ديالهم؟ ما السبب غير من الله. شنو كيقول لك الاطباء؟ ما حلفت لي يقول لي عاديين مزيانين. ها في هذا ديت هذا فنهار واحد خسرت عليه 8000 ريال. كل العظام وقوس على القلب وعلى الراس وعلى، عملت سكانير، ما قالوا لي عادي مزيان. هو ما يمشي لي ما يهدر الحمد لله. زعما هادو كيمشيو على اربعه هاد الرجلين ياك، كيمشيو على اربعه كنشوف. هاي هدا كيمشيو. البنات يمشيو، الكبيره هذه بديعة الله يغطيها بالرضا، ما كتمشي لبحالهم. ودابا بدات هيدا لا تمشي، واخا تمشي مسكنه ما كاين شغل، ما كاين هضره، ما كاين. ما يفهموا والو. وكيفاش كنتي كتعمل اختي تربيهم؟ ايوا الحبيبه بنتي كانت معايا كانت للبنيتي. ودابا جوجات رزق الله ينزل عليها الرضا. ودابا كتعاونك عليهم؟ كتعاوني هي كتهوبيهم، ما يفرش لهم الرضا كله. ودابا من بقيتي معاهم؟ ايوا انا كما حبنا الله. عمو. اي والله كان انت كتشوف. عمو. احنا الناس ضعافين الحمد لله. شنو كيقولوا ملي كيجيو يشوفوهم؟ شنو كيقولوا الناس؟ ايوا ما يقولوا والو، الجمعيه كتجي وتقول لي انا ماشي نرجع تصورهم وتمشي بحالها، تقول لي انا ماشي نرجع. انا ماشي نرجع ما رجعوش. عندهم مسله، قول لي كل واحد شحال عنده مسله. ما شنو نقول لك العزيزه، هذا عنده شي 28. هذا كتكون 20 معاه الصغير عبد الله، والبنات واحده 18 واحده 15 واحده 14. هما ما كيأذيو ما حتى حاجه، ما كيضربو لا يتعصبوني ولا ياخذوا يهرسوا الكشوع، والحمد لله الله عطاهم. انتينا راضيه بهم؟ انا راضيه بحكم الله العزيز، فرحانه بربي الحمد لله. خوتي الجواد الله يكثر خيرهم، الله يخلف عليهم. هذاك الراجل المزوج شنو كيجي؟ ولد عمي ولد خالتي. ولد عمك ولد خالتك؟ ما قالوكش اطباء يمكن هذا السبب؟ يقول لي يقولوا الدم فصيله واحده، حنا ديناهم الدم عائله العزيزه. هذا ولدك الكبير؟ ايوا كانوا نتعاونوا الوالد والوالده كتعاونوا عليهم على الزمان كما حب الله. كاين من الناس اللي فرح الرحمه في قلبهم الا جاو شافهم يدبر عليهم، وكاين اخر اللي كيجي يصور ودرهم التيكات ما كيجيبوش وكيقول لك غدا ولا بعد وانا نرجع. هذيك ما كتشوف. لا ما كاين لا سحر ولا والو. كاع علينا حنا. لا ما كاين لا سحر ولا شي حاجه. لا. انتوما شنو خدامين؟ والو. شي بركه، شي بركه الفلاحه هيدا هي. الفلاحه هيدا لان كي المحسنين كيعاونونا، اما الدوله ما كاينش. حرافت الوالد عاد شي كواغط وكيطلع الضحيه يطلع للرباط، كيطلع حتى للرباط وعاد ديك الكواغط ونزل تما وما قدرش الله. ما ردوش عليه. دابا هاد المقيدين كلشي. كيفاش معاد الوالد عنده مقيدين ويدا حرافت كيطلع حتى للرباط كيخسر فلوس. عيال كان يقدر يقرا، كان يقدر مثلا. لا ما يقراوش الذاكره ما كاينش، ما عندهمش العقل. نعم الذاكره ما كاينش، ما كيعرفوش الاسم ديالو. لا هذيك دوزات لي اشهر وسيمانه في السنه ضرمل مرضت لي،
مي جبتها قال لي الطبيب الكبير للرباط، قال لي يا ودي عندها المخ ناقص، هيدا يفقص. بقيت نكوبيها وكونا الله العزيز انا وهي والجواز اللي يدبروا عليا هيدا هي. تبارك الله الله يكثر خيرك وخيرك. لا العزيز انا ديت من قالوا لي، قال لي الطبيب رد محلم، قال لي ما عندهم شي حاجه فيهم مغيره، قال لي ما عندهم تحل. بالنسبه للماكله وداك الشيء كيفاش كتوكلوها؟ الماكله انا قلت لك كنطيب المشيله وكنطعمهم، هذا من نوبات بيدي لا ياكل لي، وهذاك لا والو، هذاك انا كنوكلوه ولا حضرت لاختو صافي. كنفكر الى وصل للاجال باش يبقاو لي مسيبين، الحمد لله. قول الله والنبي محمد كي راه مسنى لاسيتي. هذا هو اللي كنفكر، لو وصل للعجل يبقاو مسكين. لا والو حتى ما نسيت والو، الحمد لله. اجي كيلم خام، خام عنده 8 د العيال وبسبعة وليداته، والله ينزل عليه الرضا، يا يعاوني يا يعافر معايا. وحنا كان كتشوف حنا كبرنا الحمد لله، زرنا الله الحمد لله. السوق قليل فين نمشي للسواق، إلا سواق ثاني باهم كيبقى معاهم، وإلا مشى باهم أنا كنبقى معاهم. ما خلاص مشي حتى شي بلاصة؟ لا ما نمشيش العزيم، ما خليش ولادي، ما عندوش شكون يقبل مليم، ما عندوش شكون يسي. كتخاف مثلا إذا خرجتي يقدر يوقع لهم شي حاجة؟ هي ما نخافش، ينفسوا للبوطة كلشي العزيزة، ما أنا شي ما نتقش. ما عطاناش الله يعطيك. وعملنا واحد الفيديو من قبل، شافوه الناس وعاونونا الناس. عاونونا الناس الله يجازيهم بخير. داخل المغرب وخارج. ولكن ما كرهناش السكينه ولا شي لاكريما ولا اللي عطى الله من سيدنا الا شافنا الله ينصره، ولا شافنا سيدنا راه ما يخليناش. كاين بعد الناس يقول لك واخا يشوف راه ما كاين والو، ولكن لا حاشاه الا شافنا ما يخليناش. الدراري اللي كاين كلشي راه فين وباين، لا شافنا الله ينصره والله شافه يعملنا شي لاكريما ولا شي سكينه في المدينه. حاجه تخدم على هذا العيال طول العمر. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.